مساء الخير على كل متابعينا على جريدة موقع الجمهورية أونلاين. بنرحب بكم معنا من جديد ولقاء آخر مع أسرة شهيد وبطل من أبطال وزارة الداخلية. زي ما وعدنا حضراتكم كل يوم وقبل احتفالات عيد الشرطة إننا هنكون مع أسرة شهيد في منزله بين صوره وبين ذكرياته، يحكي لنا عن بطولته وعن تضحيته أسرته. النهاردة معنا أستاذ أحمد وأستاذة حمدية أبو العنين من منزل الشهيد زي ما بيتسمى بين أصدقائه وزمايله في وزارة الداخلية بالدكتور. أهلا بحضراتكم معنا. احنا النهاردة بنقول يعني بنيابة عن كل شهداء مصر، بنقول لكل المصريين بمناسبة عيد الشرطة زي ما حضراتكم هتقولوا معانا كل سنة هم طيبين، ولكن عشان نعرف قد ايه احنا عايشين في امن وامان وقد ايه هم تضحياتهم هي السبب في ان احنا بنحتفل تاني النهاردة بعيد شرطة جديد. ده كان ليه تمن غالي جدا. والدة الشهيد السيدة حمدية، بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا كل المتابعين. النهارده لو هتكلمينا عن الشهيد ماجد عبد الرازق، ولكن مش الضابط بوزارة الداخلية، احنا عايزين حضرتك تكلمينا عن الانسان ماجد عبد الرازق. اتفضلي. ماجد الله يرحمه كان انسان بمعنى الكلمة. من وهو صغير في مرحلته الابتدائية والاعدادية والثانوية كان انسان، كان دايما بيسأل على الناس. كان مثلا الشيخ اللي بيحفظ القرآن كان ماجد مسؤول عنه، يوديه البيت بتاعه ويجيبه ويقوم يعمل له شاي. وده يعني الشيخ ده كان كفيف، فكان ماجد مسؤول عنه في كل حاجة، عاوز يجيب له حاجة يعمل له حاجة من هو صغير لحد ما كان في الشرطة. ماجد كان بيسأل على كل صغير وكبير من الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه او مش بيشتغلوا معاه. فلوس ماجد ما كانتش خاصة بيه، فلوس ماجد كانت خاصة بالناس كلها. اي حد محتاج حاجة، انا عمري ما عرفت حاجة عن دخل ماجد ولا عرفت بيقبض ايه ولا ايه، ما فيش الكلام دوت. لكن دايما كان هو فلوسه متوزعة، وعرفنا برضو بعد الاستشهاد انه هو كان في اطفال صغيرين ولاد حراس العمرات دولت ماجد كان ليهم، اللي بيجيب له حاجه ساقعه، اللي بيجيب له حاجه حلوه. يعني في الجنازه بتاعته الله يرحمه لقيت اطفال كتير، فبسالهم انتوا بتعيطوا ليه؟ قالوا عمه ماجد كان بيجيب لنا حاجه ساقعه، وكان هيجيب لنا يوم الخميس حاجات حلوه. الحاجات الحلوه ديت اللي هي ايه؟ اللي هي السبوع. يعني كان عامل عقيقه وكان عامل اكياس منفصله، قال لهم هجيبها لكم لحد البيت. كانوا بيعيطوا ليه؟ كان في برضه ليه اللي هو الناس اللي هم برضه عارفهم، تبص تلاقيه داخل على واحد في قلب المستشفى ومعاه ويديله فلوس، وليس بينه وبينه يعني ده علاقه مثلا حاجات بسيطه. واحد برضه سائق كان يروح يعمل له، لقاه قبل بنته توفت، ماجد راح المستشفى قبل ما الاب يروح وطلع له الاوراق وطلع له الحاجه. ماجد كان جميل، كان بيسال على افراد اسرته عائلته، وما كانش بيتكلم ولا كان بيقول مثلا انا عملت ولا لا لا لا. معظم الحاجات كلها عرفناها بعد ما ماجد ما استشهد. ماجد مثال للانسانيه، وعلى مجال الشغل بتاعه كان اللي هم الناس اللي بيطلعوا في الترحيلات، كان يعني دولت ناس يعني عليهم احكام ولا بيتحقق معاهم. ماجد كان بيجيب الميه، حد في الاسم راح بيعمل شكوى بيعمل حاجه مع طفل معاه حاجه، ماجد يجيب له حاجات حلوه للطفل دوت. ليله ما استشهد كان في بنت باباها بيستلم اللابتوب وكتب في الجرايد، ما كناش نعرف، كان معاه بنته وماجد جاب له اللابتوب وقال له تعالى استلم اللابتوب، فقال له روح اعمل اجراءات الاستلام وسيب البنت الجميله دي معايا. فسابها معاه،
فرجع لقاها معاها حاجات حلوه. فهو بيسأل الراجل بعد ما استلم هو بيعمل ليه كده يعني، قال له اصله لسه ربنا رزقه ببنوته، وهو بيحب البنات وبيحب الاطفال الصغيره. كان البيتزا دي مشهور بيها ان هو ممكن يجيب للاطفال اللي هم مع اهاليهم بيتزا، يعني ممكن يكتفي باي قدر بسيط بشوكولاتايه صغيره بده. لا اقول لك عشان هم بيحبوها. ماجد كان انسان الله يرحمه، وربنا ان شاء الله هيبارك في بنته باذن الله. ربنا يصبرك يا رب ويرحمه. الله يكرمك. معانا كل متابعين جريدة وموقع الجمهورية اونلاين على الصفحة الرسمية والد الشهيد المربي الفاضل أستاذ أحمد. لو ممكن حضرتك تكلمنا على ظروف استشهاد البطل ماجد عبد الرازق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحم على جميع شهداء الشرطة وعلى شهداء الجيش اللي بذلوا أرواحهم بقاء مصر آمنة مطمئنة. وابني هو أحد حلقات المدافعين عن وطنهم بشرف وأمانة. احنا كنا يوم 7 إبريل سنة 2019 جالي تليفون الصبح ان ماجد استشهد، وبعدين عرفنا ان هو كان بيتفقد الحالة الأمنية في محور طه حسين، ووجد عربية اشتبه فيها فرجع لها، فلسه هيتحرك عندها عشان يشوف سبب وفاة في هذا المكان. انهالوا عليه بالرشاشات واستشهد ماجد. بعد كده زمايله قالوا لنا ماجد عمل جليل جدا يحسب ليه في ان هو انقذ مصر كلها من كارثه محققه. الكلام ده كبير، حاولنا نستفسر يعني ايه كارثه محققه؟ معرفناش، لان زمايله في المباحث او في الشرطه كانوا كتومين على اسباب الاستشهاد ده، لغايه لما جه مسلسل الاختيار وبين لنا ان العربيه اللي اشتبه فيها ماجد هي احدى الخلايا اللي كانت بتعمل على استهداف طائره الرئيس اثناء طلوعها من المطار. وقام ماجد لما تعرض لهذه السياره بتعطيل هذه العمليه كلها، مما ادى الى انقاذ مصر من كارثه كانت محققه. فهذا ان شاء الله يحسب له عند الله سبحانه وتعالى بانه انقذ مصر وانقذ طائره الرئيس من الاستهداف الجبان الغادر الذي كان ينتظرها. رحم الله ماجد ورحم الله شهداء الشرطه والجيش، وابقى مصر عاليه خفاقه مرفوعه الراس الى ابد الدهر. اللهم امين اللهم امين. النهارده احنا عارفين ان ماجد كان ترك يعني طفله لسه رضيعه لسه جايه الدنيا بقى لها حوالي 7 أو 10 أيام، وكان بيستعد لعمل عقيقه وكان جايب لها كل الحاجات الحلوه وعازم اصحابه. النهارده وماجد مش موجود، انا حابكم تكلموني عن ليلى. وليلى بالنسبة لكم ايه؟ زي ما حضرتك قلت كده في الاول يعني ان احنا نفديها بعنينا وهي هتفضل يعني كرة اعين لينا لاخر نفس، وربنا يقدرنا ونعمل معها كل حاجة حلوة. ليلى بالنسبة لحضرتك استاذة هي. ليلى الضحكة، ليلى البسمة، ليلى ماجد كل تصرفاته جريئة، بتحبنا حنينه، تيجي تحضن بتيجي تطبطب كأن ماجد داخل عليا بتطبطب جامد علينا، وبتحب لعبها بتحب حاجتها ما شاء الله عليها يعني. وده يعني راجع لبرضو الفضل لربنا ولوالدتها انها برضو بتعلمها وعارفه باباها، عارفه ان باباها اسمه ماجد احمد عبد الرازق، عارفه صور باباها، بتيجي تصور تبوس صوره صوره من الصور المحطوطين وبتقول بابا. وما شاء الله هي طالعه لي في حته انها مش بتخاف اللي عايزاه ممكن تعمله. وربنا يبارك في عمرها ونفرح بيها يا رب كلنا، ويقدر مامتها على تربيتها. لان ماجد قدامي يوم ما اتولدت قال لمامتها خدي يا ساره انت اللي هتربيها يوم ما اتولدت. فيعني دوت الكلمه ديت
يعني الكلمة دي كبيرة، يعني هو كان أكيد شايف مكانته وكان شايف منزلته، فإن شاء الله هي عاملة برضو بالإيه، عاملة هي بنتها وبنت ماجد، وربنا كبير ليلى، ربنا يبارك في عمرها ونفرح بها كلنا إن شاء الله. يا رب يا رب، أكيد ليلى مع في معية ربنا وإيد ربنا حنين عليها. ليلى بالنسبة لحضرتك بنت الشهيد، ليلى بالنسبة لي يعني هدية ربنا سبحانه وتعالى، اللي أراد إن هو يصبر بها قلبي على فراق أغلى الناس، لأن ماجد كان وإن كان هو أصغر إخواته لكن هو كان يعتبر أكبرهم، لأنه كان بيحس إن هو مسؤول عنهم. بنت ليلى ما شاء الله تكتسب روحه في المرح والجراءة زي والبنت الشهيد ما قالت، ومحبة وحنينة، وهي اللي بتصبرنا فعلا على فراق ماجد، وربنا يجعلها قرة عين لينا، ويعني تعويض من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحين إن شاء الله. آمين، اللهم آمين، ربنا يثبتكم وينزل عليكم الصبر كمان وكمان، ويرحم الشهيد وكل شهدائنا يا رب، وكل الأبطال اللي كانوا سبب في الأمن والأمان والأيام، كل الاحتفالات الكويسة والإنجازات اللي احنا عايشين فيها. بشكر حضراتكم جدا على الفرصة، وبشكر حضراتكم على الشرف اللي دخلنا. وهكذا كنا معكم أعزائي متابعين موقع الجمهورية أونلاين من منزل الشهيد البطل كما يسمى دكتور الداخلية الشهيد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة. إن شاء الله نلتقيكم وقصة شهيد وبطولة جديدة بمناسبة احتفالات الشرطة. دمتم في أمان الله، في رعاية الله.